الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بيكم. طبعا وحشتوني، بقالنا مدة ما بننزلش حاجات. بس انا النهاردة جاية لكم بحاجة جديدة قوي هتعجبكم جدا. كلنا بنعملها بطريقة، بس في طريقة انا هقول لكم عليها، هنزود حاجة بسيطة كده هتديها طعم احلى، وهتديها يعني هتحسي انها حاجة ايه كده، يعني بتاكليها حاجة حلوة. يعني المشمشية، مهلبية المشمشية. احنا كلنا بنعمل مهلبية المشمشية عادي، بنمسك القمر الدين نضربه في الخلاط زي ما انا ضربه كده، وبنحط عليه السكر، وبعد كده بنحط عليه النشا وهو بارد، ونبدأ نسويه على البوتاجاز، بتطلع المشمشية. لا، في حاجة جديدة انا هقول لكم عليها، انا عموما بعملها. انا بجيب بضرب لفة قمر الدين في الخلاط زي ما انا ضربها كده، وبحط عليها السكر بتاعي بقى تبع المذاق، اذا كنت عايزة حلوة قوي، عايزة وسط زي ما انا عايزة خلاص. وبعد ما بضربه في الخلاط وبحطه في اناء زي ده كده، بحليه بالسكر. بعد كده بجيب معايا مشمشية، دي مشمشية مشمشية من اللي هي بتاعتنا دي، وبجيب معايا شوية زبيب خلاص. بعمل ايه؟ بروح رفع المشمشية على النار، وبروح جاي مقطع راس المشمشية قطع، او اقطعها واوريها لكم، وبروح ايه شطفة في حاجة كده، وبعد ما بقطعهم هي والزبيب بشطفهم في مصفة صغيرة كده، وبروح ضايفاهم للمشمشية، للعصير اللي هو بتاع قمر الدين ده، واسيبهم على البوتاجاز مع بعضهم يسوي دي، تستوى شوية ما تبقاش ناشفة. هي دلوقتي ناشفة، لكن انا لازم احطها بقى في قمر الدين علشان تستوى بقى معاها، وتبقى طرية كده ما تيجي تاكليها خلاص. وبعد كده بطفي واسيبها تبرد وتهدى كده، وبعد كده بروح مدوبة عليها ايه. هنكمل بقى الخطوات التانية، بس ايه، اقطع المشمشية واوريها لكم، واقول لكم الخطوة التانية ايه. كده بقى شكل الزبيب والقمر الدين لما قطعته وشطفته، لازم تشطفيه، تشطفيه شطفة بسيطة كده. وبعد كده هحطه على ايه، هحطه على القمر الدين اهو زي ما انتوا شايفين كده. كده خلاص حطيته، هرفعه بقى على النار واسيبه لحد ما اجس القمر الدين كده، تتكي على القمر الدين تلاقيه على المشمشية، تتكي عليها كده تلاقيها استوت، يعني طرية مش ناشفة معاكي. وبعد كده اما اخلص المرحلة دي هوريكم بعد كده ايه اللي هنعمله. سلام عليكم. ورجعت لكم تاني بعد ما شلت المشمشية من على النار. طبعا دي شكلها. ده خلاص اهو، حتى تلاقي استوت اهي، شوفي استوت، تعتبر استوى خلاص. بكون طبعا معايا معلقتين كبار نشا مدوباهم في ميه، وهبدأ احطه عليه. طبعا مش سخن قوي، هو مش سخن قوي، هي سخونيتها تعتبر يعني مش قوي. بحط النشا كده عليها وابدأ اقلب، وارفعها على النار تاني، احط طبعا فانيليا، وارفعها على النار تاني. وبعد كده هعبيها في الاطباق وازوق ال ال واديها الشكل شكل جمالي، يعني ازوق الاطباق واوريها لكم تاني. كده بقى، واحنا بعد ما رفعناها على النار، احنا من ساعتها بنقلب، حطينا فانيليا وحطينا النشا او كورن فليكس الموجود. فضلنا نقلب اهو، بتقلبي لحد ما بتتخن كده زي ما انت شايفه كده. كده خلاص هي تخنت معانا اهي، خلاص بقت حلوه كده. كده خلاص هنطفي ونبدا ايه، نسيبها تهدى شويه ونعبيها في الاطباق عشان نزوقها بس كده خلاص.